انطلقت عشية الأربعاء 17 يوليوز الجاري بجامعة دارت فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الفروسية تبوريدا السنوي المنظم من طرف الجماعات الترابية تدارت وبشراكة مع جمعية المجتمع المدني المهتمة بتربية الخيول وتبوريدا. وقد شهد اليوم الأول تقديم الفرق المشاركة والتي حصل عددها في 32 سربة ممثلة من جماعات إقليم جرسيف وتازا وتوريت ووسط حضور جماهيري كبير. ويهدف المنظمون من خلال هذا المهرجان الحفاظ على الموروث الفني والرياضي وأيضا لخلق جو من المتعة والفرجة لساكنة الجماعة والإقليم ككل. كما تعتبر هذه النسخة الثالثة لإعادة الاعتبار للتراث الفرسي والفروسية والتي كانت سمة بارزة تحمل معالم الهوية والحضارة الأصيلة. حفيظي حفيظ الهم المقاسم في الجولة الأولى كيف ستكون صورتنا؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.